ماذا مشروعية الدعاء بين الخطبتين عند جلوس الخطيب؟ هذا غير مشروع. بين الخطبتين لا يشرع شيء، لا يشرع دعاء ولا تشرع صلاة، كما يفعل بعض المسلمين لما ينتهي من الخطبة الأولى الإمام الخطيب ويكون بين الخطبتين يتينوض يجيب ركعتين. بعضهم تيقول لك أنا دخلت والإمام يخطب فجلست ما قدرتش نصلي لأنه تيخطب، لما وقف من الخطبة الأولى قمت للصلاة بين الخطبتين. هذا غير مشروع. وإذا جلست للفقهاء كلام، هل الذي إذا جلس يعني يجوز له أن يقوم ويصلي؟ بعض أهل الفقه يقولون لا 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 يشرع له أن يقوم مرة ثانية. بعضهم يقول بل يشرع، لأن سليك الغطفاني جلس وقومه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له صلي ركعتين. فبين الخطبتين لا يشرع دعاء ولا تشرع الصلاة، هو من فعل عامة المسلمين، هذا التصرف من فعل العامة، تدخل وتصلي بين الركعتين أو بين الخطبتين، هذا من فعل العامة.